لو الحكايه فيها ان فيتو. ايه رايك في نظام التعليم الجديد ده؟ والله هو كويس يعني وكده، بس هو النظام الجديد عشان اول مره يجي علينا البوكلت وكده فمش متعود، بس هو سهل لنا شويه انه حط لنا البوكلت وكده، فلما حط الاوبن بوك انا حسيتها سهله شويه. بس بالنسبه للاسئله وكده كانت كلها اختيارات بقى، بس يعني انا شايف ان نظام الاختيارات والحاجات دي كويسه مش وحشه. والله هو الامتحان حلو، بس يعني هو لو فضل كده هيبقى تمام، بس هو عشان والكتاب قال لك اوبن بوك وكانت منه حاجات قليله جدا، يمكن سؤال او سؤالين بس اللي اعتمد على الكتاب في الامتحان.